مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من النيل مباشر نتناول فيها أهم وأحدث الملفات المحلية والعربية والعالمية. في حلقتنا اليوم نتابع أهم وآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، حيث أنه في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والانتهاكات اليومية في كافة الأراضي الفلسطينية، يحيي الفلسطينيون اليوم يوم الأسير الفلسطيني. أما الملف الثاني في لقاء اليوم هو عن تطور الأحداث والتصعيد الإسرائيلي الإيراني، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة. تفاصيل أكثر في هذه الحلقة نتابعها بعد قليل. في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وانتهاكات يومية في كافة الأراضي الفلسطينية، يحيي الفلسطينيون اليوم يوم الأسير الفلسطيني. كان المجلس الوطني الفلسطيني قد أقر هذا اليوم في عام 1974، أقره يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى وتوحيد الجهود لنصرتهم. في ظل عدوان إسرائيلي متواصل على قطاع غزة وانتهاكات يومية في الضفة الغربية والقدس، يأتي يوم الأسير الفلسطيني ليسلط الضوء على مأساة لا تنتهي تعيشها القضية الفلسطينية. كان المجلس الوطني الفلسطيني قد أقر هذا اليوم عام 1974 يوما وطنيا من أجل حرية الأسرى وتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقوقهم المشروعة. اختير هذا التاريخ لكونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني في أول عملية تبادل للأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي. وتقول مؤسسات الأسرى إن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 9500 معتقل، منهم 80 معتقلة وأكثر من 200 طفل، ولا يشمل هذا العدد أولئك المعتقلين في غزة منذ العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي، إذ لم تكشف إسرائيل عدد من اعتقلتهم. وفي إطار اتفاق الهدنة الذي تم في نوفمبر الماضي، جرى الإفراج عن 240 أسيرا وأسيرة، ولاحقا أعاد الاحتلال اعتقال 15 شخصا منهم 5 أطفال و4 أسيرات. جماعات حقوقية فلسطينية ودولية تقول إنها على علم بما أثير عن سوء المعاملة في سجون الاحتلال، مشيرة إلى أن إسرائيل ترفض الكشف عن معلومات تخص الأسرى من غزة بما يشمل عددهم وأماكن احتجازهم. وفي ديسمبر الماضي قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تلقت تقارير عديدة عن عمليات اعتقال جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لفلسطينيين في شمال غزة على يد الجيش الإسرائيلي، ولا تزال عملية الاعتقالات يومية في الأراضي المحتلة في انتهاكات فاقت جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ حقوق الإنسان. للتعليق والمتابعة ينضم إلينا مباشرة من رام الله دكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية. أهلا وسهلا بحضرتك، تحياتي فن. الحمد لله ومساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمه. اهلا وسهلا دكتوره تمارا. وقبل الدخول في تفاصيل يوم الاسير الفلسطيني الذي يوافق اليوم، انما بدايه يعني اود ان اتعرف من حضرتك على حقيقه الاوضاع على الارض في هذه اللحظه في الاراضي الفلسطينيه، لا سيما بعد الانتهاكات المستمره للكيان المحتل بحق الشعب الفلسطيني، لا سيما حتى بعد الضربه الايرانيه التي جاءت ردا على استهداف اسرائيل لمقر القنصلية الإيرانية في دمشق. كيف هي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الآن؟ أولا الأوضاع الفلسطينية ما زال حتى هذه اللحظة أن الأوضاع استمرار وقع عدوان مستمرة، وبالتحديد فيما يتعلق سواء كان في الضفة الغربية وبالتحديد الآن مركز في وقع قطاع غزة. خلال 24 ساعة كان هناك 6 مجازر للفلسطينيون، يعني أصبح هناك 56 يعني شهيدا في سياق فقط 24 ساعة. هذا طبعا حصيلة نتائج الشهداء، أصبح الآن قرابة 33 ألفا، وأيضا نيف على الشهداء ناهيك عن المفقودين ناهيك عن الجرحى. فيما يتعلق بالضفة الغربية أصبح هناك انتهاك من نوع آخر، ليس من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، أصبح الانتهاكات هي من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. المستوطنين الآن يستخدمون السلاح الفردي
لترهيب وتخويف الشعب الفلسطيني بالتحديد في المناطق المصنفة جيم. هذه المناطق الآن الاحتلال الصهيوني عينه على المناطق المصنفة جيم حتى يضمها إلى واقع دولة إسرائيل، وبالتحديد أصبح هناك بناء يعني قانون غير قانوني للمستوطنات، هناك بؤر استيطانية غير شرعية يتم بناؤها من قبل المستوطنين أيضا بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية. ناهيك عن واقع عملية سياسة هدم المنازل، الاعتقالات مستمرة حتى هذه اللحظة، واقع عملية الدخول والخروج في الضفة الغربية والاقتحامات هي مستمرة يوميا حتى على مستوى المناطق المصنفة ألف مثل رام الله. أيضا يدخل الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق حتى يعيد فساده من خلال واقع استخدام واقع الاغتيال والاعتقال بالإضافة إلى الاقتحام المستمر. ناهيك أن المستوطنين هم يستخدمون الأدوات الترهيبية بشكل كبير من ناحية واقع طرد، أصبح هناك نزوح داخلي بالتحديد المواطنين الفلسطينيين في المناطق التي تعتبر مناطق بعيدة مثل منطقة جنوب الخليل، ما أصبح هناك نزوح داخلي كما يحدث الآن في قطاع غزة، نزوح من المنطقة الشمالية إلى المنطقة الجنوبية، أصبح في الضفة الغربية نزوح داخلي من المناطق المصنفة جي إلى مناطق المصنفة باء وأيضا المناطق المصنفة ألف. طبعا ألف وباء هي ألف تحت إطار السلطة الفلسطينية، وأما منطقة باء هي تحت إطار السلطة بالإضافة إلى إشراف أمني عسكري إسرائيل. لا ناهيك أن واقع المناطق المصنفة جي هي تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية، حتى لو كان هناك إشراف السلطة، السلطة لا تستطيع أن تقوم أي شيء، لا تستطيع أن تتصدى لهذه الهجمة المستوطنين، ولا تستطيع أن تقوم بعملية منع جيش الاحتلال بدخول المناطق المصنفة. لذلك واقع الآن الضفة الغربية واقع قطاع غزة هي هجمة مستمرة ممنهجة تحت إطار ومشروع حكومة يمينية ائتلافية هدفها فقط الاستيطان وطرد الشعب الفلسطيني. نعم دكتورة تمارا، نتابع عن كثب وفي كل دقيقة الإحصاءات التي تخرج عن وزارة الصحة الفلسطينية والتي ترصد بالأرقام عدد الشهداء وكذلك عدد المصابين، ولكن سؤالي هنا عن الحالة الصحية وحالة المستشفيات تحديدا. تابعنا في السابق خروج كثير من المستشفيات عن الخدمة، ولكننا سمعنا أيضا عن عودة بعض المستشفيات، وهنا أذكر مستشفى الأمل على سبيل المثال، ليس بكامل قوتها ولا طاقتها وإنما بقدر قليل للغاية. السؤال هنا عن الحالة الإغاثية، عن الوضع الصحي، عن حالة المستشفيات، عن توفر أدوية وعلاجات، عن حتى الحالة الخاصة بالطواقم الطبية، إلى أي مدى تستطيع أن تكمل هذا الدور البطولي الذي بدأته منذ 7 أكتوبر وما زالت مستمرة به رغم ما يعانيه الطواقم الطبية من العمل تحت أجواء الحقيقة شديدة الصعوبة وشديدة الخطورة أيضا. أولا هناك خطة ممنهجة في داخل قطاع غزة وهي تصفية القطاع الصحي الذي يعتبر من أهم القطاعات الحيوية في قطاع غزة. للأسف في سياق هذه الخطة يقومون بعملية قصف هذه المستشفيات وأيضا بالإضافة إلى منع وصول أي مستلزمات طبية صحية، بالتالي هناك خطة ممنهجة لعدم إعطاء أي نوع دافع حيوي بالتحديد فيما يتعلق إنقاذ المرضى وإنقاذ الجرحى. هناك لا يوجد هناك أي نوع من ما يكفي المستلزمات الصحية، الطاقم الصحي بعض الطواقم الصحية تم اعتقالها على أرض الواقع في قطاع غزة، وبعض الطواقم تم استشهادهم، وبعض الطواقم لا تستطيع أن تقوم بالوضع الطبيعي نظرا أن عدد كبير جدا من الجرحى، عدد كبير جدا من المرضى. هناك قرابة 1 مليون فلسطيني يعاني من أمراض معوية وهضمية لعدم توافر أي نوع من الأماكن الصحية التي يستطيع الذهاب إليها نتيجة قصف المنازل، وهذه الخيام هي لا تستطيع أن تفي بالواقع الآدمي أو الإنساني. هناك 8000 يعانون من التهاب الكبد الوبائي، فيروس الكبد الوبائي، وهناك قرابة أكثر من 800 يعني من المواطنين الفلسطينيين أيضا يعانون من نقص واقع التغذية الصحية، يعني هناك سوء تغذية نتيجة عدم وجود الأمن الغذائي الطبيعي. ناهيك الأطفال والنساء، هناك 60000 امرأة حامل لا تستطيع أن تذهب إلى المشافي، وناهيك هناك نقص الأدوية التي تعلق الجنين حتى ولادتها، هناك كثير من النساء ولدوا تحت إطار داخل هذه الخيام لعدم توفر المراكز الصحية وعدم توفر الغرف التي تعطي نتائج إيجابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالتحديد فيما يتعلق المرضى. فبالتالي الآن ما يحدث الآن في قطاع غزة فاقع الكثوب الحمراء ونتيجة الحصار المطلق، رغم هناك بعض دخول المواد الطبية الصحية
لكن هي لا تقي بالوضع الطبيعي، هناك يتم قصف بشكل متعمد الكثير من سيارات الاسعاف او سيارات الدفاع المدني، يتم قصفها عند وصول المريض، وهناك بعض منع نتيجه الحواجز نتيجه وضع المواقع وقناطع الامن الاسرائيلي بين منطقه واخرى في قطاع غزه، يتم منع الاسعاف المسعفين حتى يستطيعوا انقاذ الجريح او الشهيد او عمليه حتى اخراج المفقودين من تحت انقاض هذه البيوت التي تهدمت، حتى لا تستطيع هذه الاطقم الدفاعيه تستطيع يعني العمل اللازم، بالتالي هذا الامر طبعا ضمن سياسه ممنهجه لاخراج المواطنين للتحديد في المنطقه الشماليه، هناك عدد من المواطنين في المنطقه الشماليه يحاول قدر الامكان الاحتلال من خلال تقسيم المنطقه الشماليه عن المنطقه الجنوبيه لاخراجهم عن هذه المنطقه، حتى يتم نزوحهم الى منطقه اخرى، على ما يبدو من الخطه المستقبليه صحيح تم تأجيل المنطقة الدخول إلى رفح، لكن الاحتلال الصيني الآن يتحضر إلى عملية الدخول، لكن الآن وضع سياق الرد فيما يتعلق وضع رد إسرائيل على الرد الإيراني، الآن أصبحت أولوياتهم الآن ليس الدخول إلى رفح، أولوياتهم الآن الرد على واقع إيران أو عملية الرد على منطقة حزب الله، وأيضا واقع الضفة الغربية من خلال اتجاهات وهي من خلال يعني إخراج المستوطنين للقيام بالعمل وأحيانا بدل الجيش. نعم دكتورة تمارا، على مدار الأسابيع الماضية وربما الأشهر مظاهرات حاشدة في أهم شوارع وأكبر شوارع في تل أبيب وفي غيرها من الشوارع الكبيرة لدى الكيان المحتل، البعض ذهب لأبعد من ذلك وطالب بإقالة نتنياهو من ناحية وبإقامة انتخابات مبكرة كي يستقيم الوضع، وأغلب من هم حتى في مجلس الحرب يحملونه مسؤولية ما حدث. الحديث هنا عن أهالي الأسرى وأهالي من أصيبوا من الكيان المحتل في هذه الحرب، هل من الممكن الرهان على هذا الضغط الداخلي؟ هل من الممكن الرهان على أسر المحتجزين أن يكونوا هم الورقة الرابحة التي بها تنتهي هذا الحرب؟ هل من الممكن أن تنتهي هذه الحرب تحت تأثير الضغوط الداخلية التي تمارس على حكومة الكيان المحتل، هذه الحكومة اليمينية المتطرفة؟ اولا صحيح هناك ضغط داخلي من قبل اهالي المحتجزين الاسرائيليين بالاضافه الى ضغوطات من قبل المعارضه الاسرائيليه، وايضا ضغوطات من قبل ايضا العسكريين المتقاعدين الذين يعلمون تماما ان استمراريه هذه الحرب قد تؤدي الى حرب اقليميه وشامله. استمرار الحرب على قطاع غزه هذا يعني ان اي لحظه ما ستتوسع هذه الحرب، وهذا الاحتلال الصهيوني بالتحديد في بعض التحليلات والاستشارات من العسكريين القدامه يتم عملية وقف هذه الحرب، وقف إطلاق النار، ثم التفكير في عملية انتهاك تنفيذ هدنة أو مفاوضات لإخراج الرهائن. نتنياهو حتى هذه اللحظة يعتبر أن الضغط الداخلي لا يؤثر على عملية سير استمرار هذه الحرب أو وقف هذه الحرب، بالتالي هو لا يؤثر على نتنياهو بأن يتم عملية تنفيذ وقف الحرب. الذي يؤثر على نتنياهو فقط هو موقف واحد، الرهان الآن فقط على موقف واحد وهو الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي على ما يبدو أن الرد الإيراني سوف يكون له تبعات في عملية بالتحديد فيما يتعلق بواقع قطاع غزة. إذا كان هناك ردا إسرائيليا على الرد الإيراني فأعلمي تماما أن الرد الإيراني سوف يعاود الرد على الرد الإسرائيلي، هذا يعني أن أصبحنا في مواجهة مستمرة. هذا يعني الحرب ليست فقط في منطقة قطاع غزة، المنطقة الشمالية، سوريا، العراق، منطقة إيران ستتوسع إلى أكثر من جبهة، وبالتالي نحن الآن نعيش في حالة إما الوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف هذه المواجهات المستمرة في محور المنطقة الشرق الأوسط، أو استمرارية الحرب على قطاع غزة، وأيضا أن تكون هناك فتح جبهات أخرى. فبالتالي نتنياهو الآن لا ينظر إلى واقع ملف المحتجزين الإسرائيليين حاليا إلا إذا كان ضغط أمريكي، نظر الآن إلى وقف إطلاق النار وإعطاء هذه أولوية حتى لا تتوسع هذه الحرب، رغم أن الأمريكان لا يريدون حرب إقليمية، ولكن على ما يبدو أن الأمريكان، ولكنهم على الرغم من ذلك ما زالوا يدعمون هذا الدعم المطلق ولا محدود إلى الكيان المحتل. صحيح بالفعل، وهذا ما أشرت إليه أن ما زال الولايات المتحدة الأمريكية تعطي الدعم التسويقي والدفاعي عن القوم الإسرائيلي، وحتى على مستوى على ما يبدو أن هناك بعض اتجاهات الولايات المتحدة الأمريكية أشارت أن لإسرائيل لها القرار في عملية اتخاذ الرد على الرد الإيراني أو أن توقف هذا الأمر، لكن أمريكا أشارت نحن نشارككم بالدفاع عن أمنكم لكن لن نشارككم في الهجوم
على واقع الرد الإيراني. واضح تماما أن المعادلة الآن هي ليست معادلة المستجدين، هي معادلة الآن كل الاجتماعات المستوى الأمني والسياسي والعسكري تتعلق فقط كيف يتم الرد على الواقع الإيراني، رغم أن هناك بعض الاستشارات داخل الأعضاء كبينة الإسرائيل أو الحرب للتحديد أزنكوت يعطي مجالا أن تكون هناك أولوية إخراج الرهائن، على الأقل أن تكون هي امتصاص لعدم تحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية. لكن حتى هذه اللحظة نتنياهو بين مسترة طرق، إما أن يعطي مكسرا لإرضاء اليمين المتطرف أو أن يكون هناك بالفعل الرهان على واقع تخفيف وطأة هذه الحرب. لكن حتى هذه اللحظة الضغط الداخلي لا ليس هو العامل المؤثر على نتنياهو بوقف الحرب على قطاع غزة أو عملية إخراج الرهائن. الرهائن الآن حتى هذه اللحظة هم بحاجة المقاومة، المقاومة الفلسطينية أصبح لديها شروط، تريد يعني وقف إطلاق النار ثم انسحاب جيش الاحتلال ثم عودة النازحين إلى المنطقة الشمالية. إذا لم تتحقق هذه الشروط فإن المقاومة لن تعطي هؤلاء الورقة الرابحة التي هي الوحيدة أصبحت بين يديها المقاومة الفلسطينية، لم تعطي هذه الورقة دون أثمان. فبالتالي أصبحت الآن هناك معضلة حقيقية، مفاوضات متعذرة أمام أيضا تعثر المشهد القادم في منطقة الشرق الأوسط. دكتورة تمارا حداد الباحثة السياسية، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من رام الله. وما زلنا في رام الله الحبيبة، ومنها ينضم إلينا دكتور عبد المجيد سويلم المحلل السياسي. تحياتي لك دكتور عبد المجيد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا دكتور. يمكن دكتورة تمارا حداد منذ قليل عرضت لنا طبيعة المشهد الآن وواقع المشهد الآن على الأرض، وما زال الكيان المحتل ينتهك بكل وحشية الإنسانية في غزة، ينتهك الأطفال والسيدات، ويمارس كل يعني أساليب الحقيقة العنصرية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. ولكن رغم هذا الوضع المأساوي على الأرض ما زالت المفاوضات جارية، جولات أو جولة تلو الجولة في مسيرة المفاوضات برعاية مصرية قطرية وكذلك أمريكية. البعض يقول أن طرفي الصراع أو طرفي الحرب إنجاز التعبير، أن نقول إسرائيل من جهة وحماس من جهة، كل منهما متمسك بمطالبه، لكن على الجانب الفلسطيني هي مطالب مشروعة ومنطقية للغاية. ولكن برأي حضرتك هل من الممكن في هذه الجولة وفي هذه المرحلة من مراحل الحديث عن المفاوضات أو محاولة التوصل إلى هدنة، هل من الممكن أن تثمر عن شيء مختلف هذه المرة؟ وهنا أقصد شيء مختلف على اعتبار الضربة الإيرانية الإسرائيلية، هل من الممكن أن ينتج عنها شيء مختلف يخدم المفاوضات الخاصة بالهدنة؟ يعني هو من حيث المبدأ ما زالت الهوة كبيرة. والهوة هي هو مفتعلة من جانب حكومة نتنياهو وليس من جانب واقع الحرب على الأرض أو من جانب يعني واقع الأزمة الإسرائيلية أو التوحل الإسرائيلي في غزة. المشكلة هي حكومة نتنياهو، هذا اليمين المتطرف لا يرى بأن هناك إمكانية لوقف إطلاق النار، لا يرى بإمكانية صفقة، ما زال يعتبر بأن صفقة من هذا القبيل بالشروط المطروحة ستعني الهزيمة. ومن وجهة نظري أيضا يعني يسارع الخطى باتجاه مزيد من التصعيد يعني حول قضية رفح وغيرها، حتى وإن أعلن تأجيلها، معنى ذلك أن الهوة ما زالت كبيرة. لكن ما حصل أيضا بعد الضربة الإيرانية لإسرائيل ربما وهذه مسألة تحتمل يعني النقاش، ربما تتيح فرصة بتغيير أولويات إسرائيل فيما إذا أصبحت تداعيات الضربة الإيرانية على الإسرائيليين تتطلب ربما هجمات إسرائيلية على إيران وهجمات إيرانية مضادة على إسرائيل، الأمر الذي سيجعل من الأولوية لقطاع غزة في يعني عند حدود معينة بالمرتبة الثانية. هنا قد يعني تأتي فرصة من هذا النوع أو من النوع الذي تفضلت بالإشارة إليه. يعني طالما أن الأمور تسير على هذا المنوال الهوة ما زالت كبيرة، لكن قد تتغير الأولويات مما يحتم على الإسرائيليين مثلا يعني إجراء هذه الصفقة من أجل التفرغ لأولويات أكبر وأخطر. طيب هنا دكتور عبد المجيد يمكن أن تصير الأمور بهذا الاتجاه. نعم عفوا المقاطعة سيدي،
في باب الأولويات وفقه الأولويات كما أشرت سيادتك في مسألة ترتيب الأولويات، هل نقدر نقول إنه الضربة الإيرانية على إسرائيل من الممكن ونحن نتوقع أن يكون هناك رد إسرائيلي على هذه الضربة وإن اختلفنا على طبيعة هذا الرد، ولكن هذه الضربة المرتقبة من إسرائيل من الممكن أن ترجئ أو تلغي ما تلوح به إسرائيل دائما من فكرة دخول بعملية عسكرية برية إلى رفح؟ من الممكن أن ترجئ أو تلغي هذه الفكرة؟ يعني من وجهة نظري قد تنهي هذه العملية. عظيم. لأنه يعني نعم يعني بمعنى أو بأثر هذا ربما سيؤدي إلى أن المسألة لا تتعلق بالتأجيل فقط وإنما بإلغاء مبدأ الذهاب إلى رفح. لماذا؟ لأن إسرائيل في حالة أن تطورت الهجمات المتبادلة بينها وبين إيران، معنى ذلك أنها ستفتح يعني جبهات، وإذا لاحظت اليوم هناك تصعيد كبير على جبهة جنوب لبنان. يعني نحن نتحدث عن تصعيد محتم ضروري لا بد منه في حالة أن استمرت الهجمات والهجمات المضادة بين إسرائيل في هذه الحالة، لا بين إسرائيل وإيران في هذه الحالة، لا أرى أبدا بأن عاقلا يمكن أن يفكر بالذهاب إلى رفح في ظل مثل هذه الأوضاع. يعني أصلا الجيش الإسرائيلي منهك، والجيش الإسرائيلي يعني يعاني من مشاكل كبيرة، ويعني الآن يتم استدعاء لواءين جديدين، وأنا أعتقد بأنه في الأيام القادمة سيتم استدعاء مزيد من الألوية، لأن الجبهة على الشمال أي بمعنى على جنوب لبنان من وجهة نظري أنها ستشتعل حتى ولو لبضعة أيام، أو ستتزامن على الأقل مع فترة الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. نعم. والهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران من وجهة نظري أصبحت على الأبواب، لأنه لا يوجد حل آخر، يعني إسرائيل لا تستطيع الامتناع عن الرد، وإيران قالت بأنه بعد دقائق فقط أو ثواني فقط من أي هجوم إسرائيلي سترد على إسرائيل مباشرة وبأضعاف القوة التي يعني ضربت بها في المرة الأولى. أقصد أننا يعني لا أعتقد بأن يعني معجزة فقط هي التي تستطيع أن تحول دون يعني الدخول في حرب على الأقل يعني لعدة أيام أو عدة أسابيع قبل أن يأتي العالم ويوقف هذه الحرب بكل طرق. نعم دكتور عبد المجيد، في الأسبوع الماضي تقدمت فلسطين إلى الأمم المتحدة للحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة بعد أن ظلت لسنوات طوال دولة مراقب وليست دولة عضو، والأمم المتحدة بالتبعية حولت هذا الأمر إلى اللجنة المعنية بفحص الطلبات، ولابد أن يتم الموافقة من ثلثي أعضاء هذه اللجنة المكونة من 193 عضو. في الغد سيكون التصويت على هذا القرار، لا نعلم إن كانت أمريكا ستستخدم حق فيتو أو لا، ولكن لو يعني أملنا وطلبنا من الله وكنا متفائلين بقدر كبير لو تم الموافقة على هذا الأمر وأصبحت فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، التأثير الإيجابي وإلى أي مدى لو حصلت على العضوية الكاملة من ممكن أن يغير من خريطة الحرب أو أن ينهي هذه الحرب؟ يعني لا ينهي الحرب ولا يغير، ولكن يغير في مكانة فلسطين على المستوى العالمي، ويغير في تعامل الدول مع فلسطين في هذه الحالة. يعني بمعنى أو بآخر سيكون أصعب على إسرائيل الحديث عن أن الأراضي المحتلة هي أراضي متنازع عليها أو غيرها من يعني المفردات اليمينية المتعجرفة والعنصرية، هذا هو المتغير الأكبر يعني، لكن لا يؤثر على الحرب. إسرائيل لديها مشاريع يعني جذرية في قضية القضية الفلسطينية، وإذا لم يتم لجم إسرائيل يعني من قبل دول العالم ومن قبل يعني الغرب كله ومن قبل دول الإقليم يعني، وبحيث تتغير الخارطة السياسية في إسرائيل كليا، بدون ذلك تصعد يعني أن يتم أي تراجع عن المخططات الجذرية الصهيونية يعني والتي يعني لاحظنا يعني مظاهرها بالإبادة والسلوك العنصري والهجمات المتواصلة يعني ضد الفلسطينيين في كل مكان. دكتور عبد المجيد سويلم المحلل السياسي كنت معنا مباشرة من رام الله، بالغ التحية لحضرتك، وأنقل التحية كذلك إلى ضيفنا الكريم الذي ينضم إلينا الآن دكتور عبد الله الزغاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، تحياتي لحضرتك دكتور، أهلا وسهلا. دكتور عبد الله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني، جدير بالذكر أن دولة فلسطين العربية
تحتفل اليوم أو تحيي اليوم يوم الأسير الفلسطيني الذي اتخذته يوما وطنيا للحديث عن حرية والمطالبة بحرية الأسرى في عام 1974. على مدار سنوات طوال الحقيقة يعني خاضت فلسطين كثير من المعارك من أجل الحصول على حرية هؤلاء الأسرى، وبالفعل عدد المعتقلين طبقا لمؤسسات حقوقية فلسطينية عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يبلغ 9500 معتقل، بينهم 80 امرأة و200 طفل تقل أعمارهم عن 18 عاما. أوضاع كارثية بكل المعاني وعلى كافة المستويات يعاني منها الشعب الفلسطيني الأعزل. إلى الملف الثاني في هذا اللقاء، حيث أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك برنامجها للصواريخ والطائرات بدون طيار، إلى جانب عقوبات جديدة ضد كيانات تدعم الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانية. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأمريكي جو بايدن ينسق مع الحلفاء والشركاء بما في ذلك مجموعة السبع ومع قادة الحزبين في الكونغرس بشأن رد شامل في أعقاب الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران ضد إسرائيل. على خلفية الهجوم الإيراني على إسرائيل تأتي تهديدات بعقوبات أمريكية وأوروبية على طهران في خطوة لإرضاء إسرائيل والتخفيف من حدة التصعيد العسكري بينهما. البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على إيران، فعلى لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي قال جيك سوليفان في بيان له أنه في الأيام المقبلة ستفرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف إيران بما في ذلك برامجها للطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى كل من الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين. من جهته قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الاتحاد الأوروبي يستعد لتوسيع نطاق عقوباته على إيران ردا على هجومها على إسرائيل، مشيرا أن جميع وزراء خارجية دول التكتل 27 نددوا بشدة بالهجوم الإيراني على إسرائيل، مع تجديده في الوقت نفسه على ضرورة تجنب تصعيد إقليمي. وتقوض بالفعل العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران جميع أشكال التجارة الأمريكية تقريبا مع البلاد، وتجمد أصول الحكومة في الولايات المتحدة، وتحظر المساعدات الخارجية ومبيعات الأسلحة الأمريكية. ويبدو أن الخيارات الأمريكية لفرض مزيد من العقوبات تشمل استهداف تدفق النفط الإيراني واستهداف ممولي إيران بشكل أكثر شراسة، وتعتبر أحد أهم الخيارات لدى واشنطن هو أن الاتحاد الأوروبي وحلفاء غربيين آخرين يفرضون عقوبات متعددة الأطراف على طهران، لأن معظم العقوبات المفروضة على إيران حاليا هي إجراءات أمريكية. وفرضت إدارة بايدن عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات ضمن إجراءات تتعلق بطهران منذ عام 2021 استهدفت قدرات إيران النووية وقطاعي الطاقة والدفاع والمسؤولين الحكوميين والبنوك وجوانب أخرى من الاقتصاد الإيراني. للتعليق ينضم إلينا دكتور مدحت حماد مدير مركز الفارابي للدراسات. أهلا وسهلا دكتور، تحياتي لحضرتك. دكتور، يعني اختلفت الآراء حول هذه الضربة الإيرانية الموجهة لإسرائيل ردا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق.
البعض قال أنها مسرحية هزلية، والبعض الآخر قال أنه حتى وإن كانت الضربة بسيطة ضعيفة أو غيره، ولكنها تمثل انتهاكا لأنها لأول مرة يعني تستهدف إسرائيل في العمق. البعض الآخر قال أن التاريخ يكتب الآن، وهنا التاريخ نقصد به التاريخ في هذه العلاقة وفي هذا الثالوث إيران إسرائيل أمريكا. تعليق حضرتك، وكيف رأيت هذه الضربة الإيرانية إلى إسرائيل؟ الضربة الإيرانية التي تمت من وجهة نظر الشخصية في إطار متابعاتي عبر 25 سنة فاتت هي نقطة تحول حقيقية في الصراع بين إيران من جهة وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى. أبدا من وجهة نظري أبدا لم نكن بصدد مسرحية أمريكية إيرانية إسرائيلية. يستحيل أن نرى أو نشخص ما حدث في 14 إبريل بأنه كان مسرحية، لأنه بافتراض أن دي مسرحية فهي يعني ستكون جريمة كبرى على الصعيد الاقتصادي والسياسي على مستوى العالم كله. بالتالي أنا من وجهة نظري هي كانت عمل إيراني مدروس. أعلن المرشد علي خامنئي أنها إيران تريد فقط معاقبة إسرائيل على جريمتها باغتيال ثلاثة من كوادرها في القنصلية الإيرانية في داخل سوريا. وبالتالي الهدف كان محدد وقد تم الهدف بالشكل الذي تم به، من بحيث أنه ما يتمش تدمير أو قصف أماكن مدنية من ناحية، أو التسبب في قتلى حتى لو كانوا عسكريين إسرائيليين من ناحية أخرى، منعا للتصعيد ليس إلا. هذا ما أراه يعني، أو هذا ما رأيته، وهذا هو تفسيري لما تم في مساء الرابع عشر من هذا الشهر. ولكن توقعات حضرتك لتداعيات هذه الضربة على المنطقة بشكل عام؟ بالتأكيد أننا سندخل في حلقة مفرغة فيها إسرائيل استهدفت قنصلية، إيران ردت في العمق الإسرائيلي، إسرائيل ننتظر منها رد سواء كان ردا دبلوماسيا أو ردا عسكريا، ولكننا بصدد أن ترد إسرائيل كما هو يشار في كثير من المواقع وحتى نقلا عنهم أيضا، وبالتالي إيران أيضا تتعهد بأن ترد، وفي هذه المرة سيكون الرد أقوى وأعنف. هل سنبقى في هذه الحلقة المفرغة ما بين إسرائيل إيران، إيران إسرائيل؟ أعتقد أنه قد نظل في هذه الحلقة المفرغة، اسمحيني في اللفظ، بمخطط في إطار مخطط خبيث يستهدف منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وأموال دول مجلس التعاون الخليجي، والأول مرة أقول الكلام ده من فترة طويلة، بصفة خاصة وتهديد استقرار الدول التي تتمتع باستقرار سياسي نسبي في المنطقة مثل مصر والسعودية. هذا المخطط الخبيث يحاكى الآن في واشنطن، بمعنى أنه أنا أخشى أن تكون واشنطن تريد أن تدير المنطقة من خلال إشعال الأزمات استنادا لما تم من لجريمة إسرائيل بضرب القنصلية وما تم في الرابع عشر من إبريل. كأنه الولايات في ظل معنى كلامي، أنا أعتقد أنه لو وصلنا للمرحلة دي سنصل من خلال المخطط الأمريكي لإغراق منطقة الشرق الأوسط بهدف خلط جميع الأوراق وضرب القدرات الاستراتيجية الشاملة لجميع الدول المنطقة، الدول المستقرة مثل إيران ودول مجلس التعاون الخليجي. ولأن ما حدث في كنتائج للرابع عشر من أبريل هو بدء اصطفاف إقليمي غريب يعني مستجد لم يكن موجود في المنطقة. دول عربية مع إسرائيل وأمريكا، ودول عربية مع إيران لأول مرة نصل لهذه المواجهة. إذا نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة الصراع بحيث أن هي تجعل إسرائيل تقوم وهي تعلم أن إيران سترد، ثم ندخل في هذه الحركة، أعتقد أننا سنكون أمام مخطط خبيث أمريكي يهدف إلى الوصول في نهاية الأمر إشراك مصر ضمن حلف غربي للتصادم مع إيران من أجل حاجة تانية خالص حضرتك، من أجل مواجهة النفوذ الصيني الروسي في غرب آسيا. الموضوع مش مجرد حدث عابر، مش مجرد ضرب. إسرائيل لم تكن
في حالة غيبوبة عندما ضربت ثلاثة من قدرات من كوادر الحرس الثوري في مبنى سيادي. نعم. مبنى سيادي يتبع الدولة في سوريا. وإيران لم تكن في غيبوبة عندما قررت أن ترد مباشرة من إيران على الأراضي الإسرائيلية. أعتقد أنه السبيل الوحيد للخروج من هذه الدائرة المفرغة التي يمكن أن ندخل فيها أن تتحرك، أنا أقصد وأعي ما أقوله، أن تتحرك الدول الكبرى في المنطقة وعلى رأسها مصر من أجل طرح مبادرة لوقف هذا المشروع الخبيث الأمريكي الذي يستهدف ضرب مقدرات العالم العربي والعالم الإسلامي في غرب آسيا والمشرق العربي. نعم دكتور مدحت، يعني في كلمات قلائل كرد على هذا السؤال القادم وهو الأخير، العقوبات الأمريكية التي ستفرض على إيران، برأي حضرتك هذه العقوبات من الممكن أن تحجم من جنون الانتقام لدى الإيرانيين، أم أنها ستزيد الأمر سوءا ويزيد جنون الإيرانيين ويرغبون في أن يجدون مساحة لهم أو أن يشعرون بشكل من أشكال رد الاعتبار أو الوجود أو أن لا تهتز هيبة إيران أمام الدول التي كانت تخشاها كثيرا؟ حضرتك أنا ردي على الكلام ده يعني معذرة لتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي ليفرضوا عقوبات كيفما شاءوا وقتما شاءوا على من يشاءوا من كوادر أو مؤسسات في الدولة الإيرانية أو حتى على الدولة الإيرانية نفسها. الأربعين سنة الماضية، الخمسة وأربعين سنة ماضية أثبتت بما لا داعي مجال للشك أن سياسة فرض العقوبات على إيران هي التي من وجهة نظري وهذا ما تعلنه إيران عبر المرشد علي خامنئي وعبر قبل كده آية الله الخميني. عقوبات أمريكا وأوروبا على إيران هي نعمة من السماء لأن جعلت إيران تعتمد على نفسها وتعتمد على إيران نفسها، وبالتالي بعد 40 سنة وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي وكأن أمريكا لم تتعلم من 40 سنة ماضي، وكأن أمريكا لم تتعلم من فرض عقوبات على روسيا في أزمة أوكرانيا، لأنه مفيش دولة بتموت نتيجة عقوبات. مفيش عندما نفرض عقوبات متصاعدة فإننا نستهدف الوجود، وجود المؤسسة، وجود الدولة، وجود الشخص. عندما يعني نصل لمرحلة استهداف الوجود فالفطرة تستدعي التحدي، وبالتالي المعاقب لابد أن يبقى على قيد الحياة. نعم. لابد أن يظل حيا، سيبتزل العقوبات وسيخرج أقوى مما كان عليه، وبالتالي سيكون أكثر شراسة، وهذا ما نعيشه الآن على الصعيد الإيراني. بلغ التحية والشكر لك دكتور مدحت حماد مدير مركز الفارابي للدراسات، شكرا جزيلا لحضرتك. وفي ختام هذه التغطية المباشرة كنا مع حضراتكم اليوم نقرأ الجديد والتطورات التي متابعها لحظة بلحظة عن الأوضاع الفلسطينية العربية وما يحدث فيها من انتهاك للإنسانية في كل دقيقة تمر على هذا الشعب الصامد المقاوم القوي. اليوم أيضا حاولنا مع حضراتكم أن نحيي يوم الأسير الذي يوافق اليوم 17 من إبريل والذي أقرته فلسطين في عام 1947 74 احتفاء وإحياء لمجد كل أسير، مجد كل مقاوم، مجد كل صامد، مجد كل من يدرك قيمة هذه الأرض، كما قال محمود درويش على هذه الأرض ما يستحق الحياة. تحياتي.